السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم برمجة تطبيقات الويب باستخدام ASP.NET Web Core. والنهاردة هنكمل بقى كلامنا برضو في الايدنتيتي والرولز والليلة بتاعت الاثنتيكيشن، وهنتكلم عن ازاي تمانج الليلة دي، تتحكم في مين يدخل على شاشات ايه ومين يدخل على شاشات ايه. فخليكوا معنا. مبدئيا كده اهوت احنا وصلنا ان احنا نعمل رول، ولما اي حد يعمل ريجستريشن ياخد رول يوزر عادي. فانا افرض انا عاوز اعمل مجموعه من الرولز وابدا اتحكم بقى في مين يستخدم الشاشات بالشكل الفلاني ومين يبدا يستخدم الشاشات التانية بالشكل العلاني. فعشان كده تعالوا معانا نعمل تجربه كده بسيطه قبل ما نبدا نعمل الموضوع كودد، يعني بالكود. فتعالوا مثلا نخش على كنترول، نخش هنا كنترولز، عندي مثلا هنا الهوم كنترولر، ماشي، ده اوثورايزد، اوكي، ممكن اي حد يخش عليه. وهنا الكاتيجوري كنترولر، هنا اوثورايزد، بس انا ممكن احدد له رول معينه، ماشي. الرول ديت اللي هي مثلا هنقول هي مثلا هنا ايه، ادمن. طبعا انا عشان كل ما اقعد اكتب رول بالاسم بتاعها كده فهتبقى مشكله. الافضل ان انا مثلا هنا في مودلز مثلا اضيف اد كلاس جديد كده اهوت، وابدا اضيف فيه الرولز اللي عندي مثلا يعني. وهنا مثلا هنا الكلاس، من هنا سي ال اس، وهنا رولز، ماشي، واضيفه في وسط هنا الداتا. ممكن اجي هنا اقول هنا بابليك كونست سترينج، وهنا مثلا رول ادمن، وهنا هيساوي ادمن، ونعمل واحد زيه كده بالظبط. وهنا رول يوزر، وهنا نكتب ايه، بحيث لو انت غلطت في السبيل بتاعها ما تعكلكش الدنيا في السيستم. طبعا على فكره يعني عشان الناس بتقعد تسال، دي الطريقه الاساسيه لاستخدام الرولز. في طرق تانية اكثر احترافيه، احنا هنشرح حاجات اكثر احترافيه واكثر تعقيدا في المستويات الاعقد، بس انت كواحد لسه اول مره تستخدم او تعرف الحاجات ديت محتاج تعرفها من تحت. انا ببدا معاك من تحت خالص عشان تبقى فاهم الليله ماشيه ازاي، عشان لما نتكلم شغل ادفانسد تبقى فاهم انا بعمل الحاجه دي ليه. عشان في ناس كتيره انا عارف ان هم عندهم خبره ومعدين الحته دي بكتير، هو منتظر حاجه اعلى، لا استنى شويه في الليفل الجاي هتشوف حاجات اعلى، ويعني هتخليك ساتسفايد جدا بشكل كبير. انا بكلم طبعا للناس الاعلى خبره، لكن الناس الاقل خبره كمل معايا، وبرضه الناس الاعلى خبره كمل معايا، عشان بالتاكيد هتلاقي في حاجات فايتاك فالافضل انك تشوفها في اثناء الشرح. اوكي، كاتيجوري كنترولر طبعا هنغير دي بقى من ادمن، هنا نخليه هنا سي ال اس رولز دوت يوزر اي ادمن، ماشي. بالتالي هبدا استخدم بقى خلاص اليوزر رول بتاعتي هنا اهوت. وممكن برضو اجي هنا في الايدنتيتي في الحته بتاعت الريجستريشن اهو، كنا غيرنا هنا اهي، شيل يوزر وخليه هنا سي ال اس رولز دوت ورول يوزر. كده بقت على طول هو هيروح على اليوزر، وهنا في الاثورايزيشن هنا هيروح على الان. فاذا الكاتيجوري كنترولر ما ينفعش تستخدمها الا اذا كنت ايه، ادمن يوزر. اوكي، انا دي بس الوحيده اللي مخليها ادمن يوزر. فتعالوا نخش كده باليوزر اللي احنا لسه مدينه اوثوريتي ان هو جاست ا يوزر، ونشوف هيعرف يخش على الرولز ولا لا. هنيجي هنا احمد، ده طبعا احنا مدينه ان هو يوزر عادي، نبدا ندخل باليوزر بتاعه اهو، نعمل لوجن، دخل. هنروح بقى على هنا الكاتيجوري وندوس عليها unhandled exception admin was not found. اوبا، هو هنا غلط ليه؟ لان هو بيدور ايه، على الاثورايزيشن بوليسي اللي اسمها ادمن. هو انا يعني المفروض ان الديفولت كانت في النسخه القديمه بيروح على الرول، بس ما علينا، هو دلوقتي بقى بيدور على البوليسي. لا احنا مش هنديله بوليسي دلوقتي، والبوليسي ادفانسد شويه عن يعني اللي احنا بندرسه. فهنيجي هنا ونحدد له الاتريبيوت اللي هيروح، هيبقى هنا رولز بيساوي اي ادمن، يعني انت يدور على الرولز مش تدور على البوليسي. هنيجي نعمل رن تاني، ونيجي هنا لليوزر بتاعنا
اللي هو اسمه اللي هو مش ادمنستريتور اللي هو احمد اهوت، هو حصل له لوجن باي ديفولت، واروح على الكاتيجوري هيقول لك ايه اكسس ايه از دينايد. عملنا لوج اوت ودخلنا بيه اليوزر التاني اللي هو الادمن بتاعنا، يبقى هنا نعمل له لوجن ونعمل لوجن ونروح على الكاتيجوري، هتلاقي الكاتيجوري بتفتح معانا عادي لان معاها ايه البوليسي او سوري الرول بتاعتها اللي هي ايه ادمن. فانا كده قدرت امنع يوزر من ان هو يدخل على ايه السيستم بتاعنا بطريقه ايه ظريفه ولذيذه. طبعا هنشرح شويه حاجات برضو ان احنا ازاي بقى ممكن ازاي ممكن نحدد يوزرز معينين يستخدموا بوليسيز معينه، فخليكم معانا وهندي نبذات عن الموضوع ده دلوقتي. طبعا اختصارا للوقت انا قمت عملت كتبت شويه اكواد، الاكواد ديت هتساعدنا بان احنا مثلا اساين رولز لبعض اليوزر، اي يوزر ممكن اساين له رولز. طبعا هي دي مش بيست واي او مش الطريقه المثلى للعمل كده، بس انا عملت لكم بطريقه حلوه ماشي. واختصارا للوقت هشرح لكم طبعا الاكواد اللي كتبتها ديت، كتبت الاكواد مقدما وهشرحها لكم، وبعد كده هرفع الاكواد ديت وهتلاقوها على اللينك في ديسكريبشن بوكس على جيت هاب على طول للي عاوز يراجع الاكواد دي ايه ورايا ماشي. فاول حاجه عملتها ان انا جيت هنا على الكنترولرز وضفت كنترول اسمه رولز كنترولر، اوكي. والرولز كنترولر اهوت عملت فيه كونستراكتور وعملت انجكت ليه حاجتين، اول حاجه هنا اليوزر مانجر وخليته طبعا بجينيريك للايدنتيتي يوزر، والرول مانجر وبجينيريك للايدنتيتي رول، اوكي. وخليت ده اسمه يوزر وده اسمه رولز، وهو عملت لهم طبعا هنا انيشاليزيشن في الكنترولر، وطبعا الكنترولر ده خليت الرول بتاعه الرول ادمن بس، يعني ما ينفعش حد يدخله الا الادمن، بحيث انت والرول عادي ما تقدرش، بحيث ان الادمن هو اللي يحط الرولز لليوزر. لحد هنا اوكي. اوكي اضفت اكشن ماشي، وخدت فيه كل اليوزرز اللي في السيستم اهوت عن طريق الاستخدام اليوزر مانجر، وقلت له يوزرز دوت تو ليست اسينكرونايز، وطبعا طالما بنستخدم اسينكرونايز يبقى لازم استخدم تاسك واويت، اوكي. وبعته للفيو بتاعي ماشي. لو رحنا كده جينا جو تو فيو هنبدا نشوف الفيو بتاعنا اهوت، في هنا الايدنتيتي يوزر وهو عباره عن يعني تيبل عادي بحط فيه الداتا بتاعه اليوزرز، اوكي. وكمان بحط فيه هنا اهوت زرار بقول له اد رولز، يبدا اليوزر دوت انت تدوس على زرار يبدا يأد رولز بالظبط كده اهوت. هنشوف كده الشكل بتاعنا. طبعا انا داخل بالاي ام اللي هو اليوزر مانجر بتاعي او اليوزر بتاعي اللي هو الادمنستريتور ماشي. هنا يوزر رولز اهوت، ادي اليوزرز اللي عندي كلهم ماشي، وزرار هنا للاديت عشان ايه تاد الرولز لكل يوزر منهم. تعالوا نكمل شرح في نفس الكنترولر. ضفت اكشن تاني اسمه اد رولز، طبعا ده جيت HTTP get، طبعا الديفولت بتاعه HTTP get لما انا ما كتبتش فوقيه بوست ماشي. خليته اول حاجة بيجيب اليوزر بتاعي عن طريق يوزر اي دي ماشي، بحيث ان انا لما ابعت له اليوزر اي دي عن طريق ان انا اهوت ببعته له باليوزر اي دي دوت اهو يوزر راوت يوزر اي دي ايتم دوت اي دي ماشي. فبالتالي انا لما ببعت اليوزر اي دي بيبدأ هو يجيب هنا الاي دي ويحطه هنا اهوت، وبعد كده عن طريق برضو اليوزر مانجمنت بجيب الرولز بتاعت اليوزر دوت ماشي. وبعد كده جبت اليوزرز، طبعا دي بتبقى ليست من السترينجز عباره عن الرولز بتاعت اليوزر دوت، بجيب الاور رولز كلها عن طريق الرولز مانجمنت اللي هي الرول مانجر ديت ماشي. بعد ما بجيب الرول كلها ببدا ايه اضيفها لرول فيو موديل. الرول فيو موديل دوت ده موديل انا ضايفه اهو، في تلات بروبرتي او بروبرتي رول اي دي ورول نيم ويوز رول، عشان اعمل عليه تشيك بوكس مثلا ايه في الشاشه لما يدوس عليه ابقى عارف ان هو هيستخدم الرول ديت، يشيل ايده من عليه او يشيل الصح اللي عليه يبقى انا كده مش هستخدم ايه الرول ديت، اوكي. وعملت هنا الاول رولز سيلكت ومشيت عليهم هنا رول رول اهو، لحد ما بوصل يوزر رول ديت بقى بشيك ان الرول دي اساسا موجوده في الليسته دي ولا لا، بقول له هنا لو الرولز ديت اني، وهنا طبعا ار دوت نيم يعني النيم بتاعها موجود داخل الليست اوف سترينجز اللي عباره هنا عن اليوزر رولز ماشي. يبقى انا بشيك الرول دي اساسا هو اليوزر ده واخدها ولا لا، بحيث ابدا اعرف اليوزر رول دي مستخدمه ولا لا. بعد كده عملت اتنين فيو باج، واحد بعت فيه اليوزر نيم عشان يظهر لي في الصفحه الجايه، وحتى اليوزر اي دي عشان اعيد استخدامه تاني
في البوست. اوكي، وبعد كده بعت الرول ليست. هنيجي هنا جو تو فيو، اهو ده الفيو بتاعه اهو، اسمه رول سي اس اتش تي ام ال، ماشي. وهو ادي هنا عملت له اي انيوبرال بالرول فيو موديل، ماشي. واهوت حطيت هنا ثلاثة هيدن ليه، طبعا هنا الفيو باج يوزر نيم عشان اعرف اليوزر نيم من هنا اهوت من يوزر رول، ماشي. وهنا اليوزر نيم في واحده هيدن، واليوزر اي دي طبعا لان هرجعه تاني في واحده هيدن، وجيسون رولز. والجيسون رولز دي فايدتها ان انا ارجع القيم بتاعتي في صيغه جيسون. هفهمكم الموضوع ده انا عامله ليه دلوقتي. المهم ادي تيبل اهوت، ماشي اهوت، ده هنا تيبل بسميه هنا رول تيبل، ماشي. وهنا الرول اي دي والرول نيم الكولومز بتاعتي، وهاجي تحت بقى هنا للموديل بتاعي واعمل له فور اتش بحيث ان انا اطلع منه الرولز بتاعتي. عملت اهوت، حطيت هنا الرول اي دي والرول نيم في كل كولوم، وهنا بقى في عملت تشيك بوكس بقول له لو اليوزر رول اوكي خليه تشيكد، خلي العلامة بتاعته تشيكد، لو لا خليها لي فاضية يعني مش ايه تشيك. طيب انا كتبت بقى شوية كود جافا سكريبت كده بسيط، ماشي، عشان خاطر ايه ننفذ الليلة ديت، عشان لما اصبمت الفورم ديت ماشي يروح الاول حاجة يجيب لي الداتا بتاعت التيبل دوت ويحطها لي في جيسون فورمات ويبعتها للكنترولر. في الحالة ديت اقدر ان انا يعني ايه ارجعها تاني من جيسون فورمات لليست للفيو بتاعي، وساعتها اقدر استخدمها. فكل اللي عملته ايه اهو، عملت انيشاليز للاري، ماشي، الاري بتاعي، وعملت فار لي سترينج سميته جي اس داتا، ماشي. وهنا عملت طبعا بالدولار ساين علامه الجي كويري الشهيره، ماشي، وقلت له هات لي التيبل اللي اسمه رول تيبل، الجزء فيه اللي اسمه تي بودي اللي هو البودي بتاعه بس، ماشي، وكل تي ار. طبعا تي ار دول كتير فهيبقوا لستة، فهعمل اتش فور اتش عليهم. طبعا هنا فانكشن هترجع لي هنا بارامتر بالاندكس وبارامتر للداتا، والداتا دي اللي هي الفول رو بتاعي. اول حاجه هدور على الرول اي دي، ماشي، فهو موجود جوه التي دي اهوت، فبقول له هنا لازم ادور على الكلاس اللي انا مسميه تي اي دي دوت، فهو فايند تي اي دي تكست. وهنا برضو رول نيم داتا طبعا بدور عليها بعلامه الجي كويري الشهيره الدولار ساين، ماشي، فايند ودوت تي نيم اهو، ده برضو انا مسميه تي نيم، هيرجع لي ايه الرول نيم. اوكي، وبعد كده اليوز رول، اشوف اليو الرول دي مستخدمه ولا لا، عن طريق ان انا ادور بقى على الانبوت دوت بتاعي، ماشي، اللي هو التشيك بوكس، ماشي. طبعا انا مدي له كلاس هنا بخليه تي تشيك، فبقول له فايند تي تشيك وشوف لي از تشيكد ولا لا، لو في تشيكد علامه تشيكد عليه يرجع لي بترو، لو ما فيش علامه تشيكد هيرجع لي بفولس. بعد كده الاي ار ار دوت بعمل فيه بوش، بقعد اضيف فيه القيم بتاعتي كلها اهيت بنفس الفورمات اللي انا مفروض ان انا هدخله للجيسون. وبعد كده بعمل بستخدم بقى مكتبه من مكتبات جي كويري اللي هي جيسون دوت سترينج فاي ARR. او كده يبقى انا حولته ايه لي، حولت الكونتنت اللي جوه التيبل دوت لصيغه جيسون. هنا بقى فانكشن ثانيه اللي هي انا باكلها من هنا، بقول له هنا ابديت جيسون فايل، يعني حدث لي الجيسون فايل، على طول هيروح يدور على التكست بوكس اللي هو اللي انا عامله هيدن دوت، ماشي، ومديله نيم جيسون رول، ماشي، وبحط فيه قيمه ايه الجيسون اللي انا مجمعه من الجدول دوت. ليه بعمل كده؟ عشان البوست اول ما بيعمل سيف بيروح طبعا على الاكشن ريزلت اللي نوعها اد رولز اللي واخده اتش تي تي بي بوست، ويبدا يدور على كنترول اللي او الانبوت او الكنترول او الاتش تي تي بي كنترول اللي النيم بتاعه يوزر اي دي، ويدور على السترنج اللي النيم بتاعه اسمه جيسون ريزلت، فياخد من هنا اليوزر اي دي من هنا اهوت او اليوزر اي دي لان قيمته موجوده فيه اساسا من الفيو باج، ماشي، وياخد الجيسون ريزلت هنا ايه، لان احنا حطينا جيسون ريزلت بمجرد ما ضغطنا سبميت على الزرار بتاعنا دوت. يعمل ايه بقى؟ يروح هنا ويبدا ياخد اهو الجيسون ريزلت اهوت، طبعا هنا اليوزر اي دي بفايند بيه على اليوزر لقيته خلاص تمام. هنا بقى هيروح على الماي رولز، هيعمل عن طريق الميثود او عن طريق الكلاس اللي اسمه جيسون كونفرت، ونستخدم الديسيريلايزد اوبجكت، ماشي، وندي له كاستنج على ليست رول
فيو موديل اللي انا ايه المفروض ارجع له الرولز فيها ماشي، واستخدم هنا الجيسون رولز. عمل دي سيريالايز، هبدا بقى تشيك ان اليوزر ده موجود ولا لا، وابدا اجيب له الرولز بتاعته ماشي، وابدا هنا بقى امشي عليهم فور ايتش عشان اتاكد هل الرول ديت موجوده عندي ولا لا. طيب لو هي موجوده ماشي ومش متعلم عليها يبقى شيل لي الرول ديت من الليست ماشي. طب لو هي موجوده ومتعلم عليها ماشي يبقى حط لي، لو هي قصدي سوري مش موجوده عندي ومتعلم عليها يبقى حط لي الرول ديت في الليست. طب لو هي موجوده ومتعلم عليها خلاص دي حاله كولد يعني حاله ثابته، انا مش هغير في الرول ديت، هتفضل موجوده زي ما هي. فتعالوا مثلا ندخل كده ونعمل تيست بسيط، وهاجي هنا على اليوزر رولز ماشي، وفاكرين اليوزر اللي اسمه احمد ده اللي هو كان بس مجرد يوزر عادي، انا هخليه ادمنستريتور، اخش اعلم عليه وهو متعلم على اليوزر بس، هعلم على ادمنستريتور وادوس سيف. اوبا في ايرور، هو طبعا هنا عشان الانترفيس اللي احنا مستخدمينه، بس هو بقى في مشكله هنا ان هو بيعمل لها يعني بياخدها ككلمه بالمسافات اللي معاها يعني برضه بسبب ايه الانترفيس. فحل الموضوع ده بمنتهى البساطه ان اجي اعمل كده اهوت، اقول له دوت تريم ماشي، وهنا رول نيم دوت تريم، وهنا برضو الرول نيم اهوت اي حاجه راجعه من ماي رولز تبقى دوت تريم دوت تريم. طبعا انا ممكن اترمه من جافا سكريبت او اترمه من هنا مش مشكله، ممكن اجي هنا مثلا واخليه هنا ان هو لو هو جايب سترينج دوت تكست دوت تريم فيجيب لي القيمه تريمد، او اترمه من الكود بتاعي مش فارقه، بس المهم ان انا اشيل ايه المسافات الكبيره ديت لان ملهاش ايه لازمه عندي. واجي هنا واعمل ران، وهنيجي هنا ونقول هنا يوزر رولز، ونيجي عند احمد دوت ونديله ادمن وندوس سيف، وهنلاقي ايه الدنيا ظبطت. لو دخلنا شيكنا على احمد تاني هنلاقي الادمن متعلم عليه اوكي، ونعمل لوج اوت وندخل باحمد تاني وندخل الباسورد بتاعه ونعمل لوجن ماشي. ولو رحنا بقى لاي الكاتيجوري مثلا هنلاقيه بيخش عليه عادي لانه خد الادمن رول، وهنا هنخش على دوت هنلاقيه بيخش عادي لان هو واخد ايه اليوزر رولز اوكي. بس كده دي كانت الرولز وفكرتها واستخدامها طبعا بالشكل البدائي بتاعها، في ليها اشكال اعقد من كده بس طبعا ده في الجزء الادفانسد من الكورس مش هنتكلم عليه دلوقتي. بس كده يا ريت اللي عنده استفسار من اي نوع يسيبه في الكومنتس بوكس تحت الفيديو، واتمنى الناس تدعم القناه بعمل لايك وسبسكرايب، ويا ريت محدش يعمل داونلود للفيديوهات وشوفها اونلاين عشان ده بيأذي القناه، وشرحنا الموضوع ده اكتر من مره من ان ريتش بتاع القناه بيقل بسبب داونلود الفيديوهات. ويعني يا ريت الناس اللي عايزه الكود هيلاقيه في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو، هيداونلود الكود ويقدر يفحص ويبص يشوف الكود اللي مكتوب ايه بالظبط. ولو عندك اي استفسار عليه او لو عندك اي تحسين او عاوز تعمل اي حاجه ممكن ترفع الكود بتاعك على موقع جيت هاب وتبعته لي وانا هقول لك رايي فيه. في النهايه الى اللقاء في حلقه قادمه، ودمتم في رعايه الله وحفظه.